حصل تحول كمان في مود الاغنيه وفي الالحان الاغاني واللي يشوف نجات مثلا في اغانيها قبل 73 غير اغنيه عبر التاني فيها الفرحه زهره المرشات كانت اكتر شويه. ايه التغير اللي حصل في الفتره دي؟ الاغنيه في معركه 67 كانت زعيقه جدا يعني كان معظمها مرشات يعني وهتافات قويه عاليه يعني فهم يعني ما حبوش انه يكرروا ده تاني في النص. كان كلها التحفيز والبندقيه وكله رغم انه كان في معركه دايره على الجبهه برضو محتاجه اغاني تحفيز للجنود يعني لكن كان التركيز اكتر على يعني احنا يعني هو مجرد فكره ان احنا عدينا الساتر الترابي وازلناه وعدينا على البر التاني زي ما قالت نجات ده في حد ذاته انتصار خلاص يعني العبور ده في حد ذاته ده انتصار يعني احنا بنكمل بقى. فكان التركيز اكتر الاغاني بقى فيه تقطيع شعبيه اكتر مثلا على الربابه على البر التاني لاخره يعني اغاني ممكن يترقص عليها نعم فيها فرحه فيها بهجه بالانتصار اكتر فدي بتبقى بتدخل في قالب التقطوقة الشعبيه اكتر لحن شعبي فرح فيه فرحه اكتر من المارش يعني حتى لما عبد الحليم عمل مارش خلي السلاح صاحي كان المارش هادي واطي ناعم شويه مش زي المارشات اللي قالها في 67 يعني هو قدم 6 اغاني منهم مارش واحد بس والباقي كانت تقطيع اكتر يعني او مونولوجات يعني لكن في مطربه حافظت على شخصيتها في الغناء الوطني وقدمت 3 مارشات اقوى 3 مارشات اتقدموا في اغاني النصر 73 فايده كامل فايده بس فايده كامل لانها كمان استشهد لها ابن لا الفنانه شريفه فاضل شريفه فاضل عفوا انا لكن فايده كامل هي طبعا من يعني تقريبا نص انتاجها الغنائي الوطني تقريبا يعني ففايده كامل قدمت نشيد قوي جدا اسمه ضارب هنحارب دي كلمات علي احمد محمد والحان مجدي صابر علي طبعا اسماء بس انا سمعت النشيد قوي جدا الحقيقه وقدمت نشيدين كمان تانيين لا صوت يعلو فوق صوت المعركه غير الرصاص وكلنا شعله حماس حقيقي 3 اناشيد من اقوى الاناشيد اللي تقدموا المعركه لكن هي اغاني منسيه للاسف يعني طبعا ما خدتش حظها زي ما خدتش حظها من انها تتذاع كتير بحيث انها تبقى في الذاكره او الوجدان اكتر. بما اني ذكرت شريفه فاضل كمان فليها اغنيه ابني حبيبي يا نور لانه انا فاكر كتير من يعني امي مثلا وكتير من كانوا دايما بيتاثروا مع الاغنيه دي بالذات بيتعاطفوا مع حالتها وفقدانها طبعا لابن بطل فاعتقد من الاغاني اللي علمت يعني بشكل كبير. زي ما احنا شايفين في الصوره ابنها كان طفل السيد بدير ابن طبعًا المخرج طبعًا والممثل القدير السيد بدير طبعًا وهو استشهد في قبل المعركه كان في تجريب بطياره فحصل ان الطياره سقطت واستشهد في بدايه 73 اعتقد يعني مش قبل المعركه يعني هي كانت تقريبا بتزور ابنها الثاني كان في امريكا وكانت كانت الحرب بدات وهي ما كانتش موجوده في مصر فلما رجعت بعد وقف اطلاق النار كلمت علي اسماعيل ونبيله انديل وطلبتهم يجوا لها البيت وانا عملت لها حوار حوالين الاغنيه دي كان ليا الشرف يعني انها تحكي لي ذكرياتها عن الاغنيه دي لمجله المصور افتكر من حوالي 10 سنين حكيت لي كل التفاصيل يعني الخاصة بالغنوة ان هي لما كلمت علي اسماعيل ونبيلة انديل زاروها في البيت وقعدوا يدردشوا قالت لهم طب دلوقتي نقول ايه لامهات الشهداء يعني كل ام لها ابن استشهد زي انا وانا واحدة منهم نقول نعمل لهم ايه نقدم لهم ايه فطلبت من نبيلة انديل تكتب لها غنوة في الموضوع ده ودخلت نبيلة انديل غرفة الشهيد وانفردت بنفسها شويه وكتبت طلعت كتبت الغنوه العظيمه دي الحقيقه وسجلتها يعني وهي كانت وهي بتغنيها في الاستوديو كانت بتبكي يعني بتبقى واقفه وفي فرقه موسيقيه وقدامها ميكروفون فكان من كتر الانفعال كان بيغمى عليها تقع ارض في ارض الاستوديو
مرتين حصل ويوقفوا التسجيل. وبعدين كانت المطربة فايزة أحمد بتسجل جنبيها في استوديو تاني، فجت فقومتها وقالت لها انت ليه بتعملي في نفسك كده، اجمدي وغني الغنوة، لو انت مش قد الغنوة انا اغنيها. فطبعا هي قالت قالت لي لما قالت لي كده فايزة أحمد حسيت بتحدي، وان الجملة دي كانت بتمثل تحدي بالنسبة لي، ازاي انا ام البطل ما غنيش اغنية للبطل. يا لي قصة حلوة اول مرة. فتملكت نفسها وسجلتها وفعلا كانت اغنية مزلزلة. يعني كتير من الناس دي من ايقونات الاغاني بيتعاطفوا معها بشكل كبير جدا جدا.